بختام فعالية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. أكثر من 90 فيلما تم عرضه على مدار 9 أيام في الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. جوائز كثيرة تم تسليمها في هذه الطبعة، فمن أبرز المكرمين في المهرجان الفنانة إلهام شاهين، والتي فازت بجائزة أحسن ممثلة عن دورها في الفيلم المصري حظر التجول من إخراج أمير رمسيس، وذلك بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافليكونفا بطلة الفيلم الروسي مؤتمر من إخراج إيفيان آيتفيرديوفسكي. كما فاز الفيلم الوثائقي المصري عاش يا كابتن للمخرجة ماي زيادة بجائزة إيزيس، والمقدرة $10,000، والمقدمة من صندوق مشاريع المرأة العربية لأفضل فيلم مصري يبرز دور المرأة اقتصاديا واجتماعيا. 4 جوائز شهدتها الدورة الختامية للمهرجان هذا العام، فكانت جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني في المسابقة الدولية لفيلم التيه ليمبو للمخرج التونسي بن شاروك، وجائزة سعد الدين وهبة عن أحسن فيلم عربي في مسابقة أفاق السينما العربية لفيلم تحت السماوات والأرض للمخرج روي عريضة، وجائزة مسابقة سينما الغد الدولية لأفلام القصيرة عادت إلى يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير عن فيلم إيزابيل للمخرجة سارة الشاذلي، وقد بلغت قيمة الجائزة $5,000 مقدمة من منصة واتش إت. إدارة المهرجان حرصت على وصول أفضل أفلام الدورة الحالية إلى أكبر عدد من جمهور الفن السابع في مصر عن طريق عرضها بعد انتهاء المهرجان في قاعة دار الأوبرا بتذاكر مخفضة لكافة الجمهور. كما ختمت الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، والذي كرم في دورته هذه الفنان الراحل محمود ياسين الذي توفي منذ أسابيع قليلة بعد إصابته بأمراض الشيخوخة.